بفقرة سوسايتي لليوم معنا السيدة منى جحا كنعان، رئيسة لبانيس فود بانك. أهلا وسهلا فيك أهلا فيكي. سيدة منى. أول شيء بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية، حضرتكم موجودين على الأرض. نعم. مثل ما اسم الجمعية اللي حضرتك بترأسيها اللبانيس فود بانك بدل، أنتم عم تكونوا بنك غذائي. نعم. متنقل بين المراكز اللي بتحوي أشخاص نزحوا من المناطق اللي عم يكون فيها صراع، وعم تعملوا شغل كتير كبير على الأرض. شكرا. وحضرتكم يعني نشاطكم منه جديد، بنعرف انه الجمعيه مؤسسه الى سنين طويله. نعم. وهدفها بالبدايه كان هيك هدف انساني حلو، يعني كنتوا الهدف انه ما تخلوا يكون في هدر. نعم. للاكل بالمناسبات الكبيره، ان كانت اعراس ولا غيرها، هالاكل بدل ما ينكب ينعطى للعيال المحتاجة. ورجعتوا حولتوا هالنشاط بعدين وقت لقيتوا انه في حاجة مختلفة من بعد انفجار بيروت لأمور تانية. خبرينا هيك سريعا عن تاريخ الجمعية تنرجع نحكي عن اليوم شو عم تعملوا. بنوك الغذاء منتشرة بكل العالم، وبالمنطقة اللي عنا بالشرق الأوسط بلبنان انفتح أول بنك غذاء بعد مصر وبعد دبي. أسسوا الأستاذ كمال سنو. وكان لي الشرف أني كنت عضو معه على المجلس الإداري من سنة 2011 تأسس. بال 2018 كنت أنا بالمجلس الإداري، وبعدين كنت الفايس بريزيدنت يعني نائبة الرئيس لغاية آخر 2023. للأسف توفى الأستاذ كمان، الله يرحمه، والمجلس الإداري انتخبوني يكون رئيسي. نعم. نحن بلشنا كمان ضد هدر الأكل. نعم. وكنا نجرب قد ما فينا نجمع من المؤسسات ومن الأعراس ومن الفنادق ومن الاحتفالات الأكل يلي ما بيجي على الطاولة وبيرجع. إذا عاملين بفيه ننقي الأكل، وعنا اختصاصيين بالغذاء بيعرفوا شو ينقوا. ومهمتنا نوصل بفانات مبردة للجمعيات المتعاقدة معنا. وكنتوا تقريبا يعني 136 جمعية. نعم. تأمنوا للغذاء منتشرة بكل لبنان. نعم. وين بتكون يعني الحاجة أكثر، مش بس الحاجة، وين بيكون هالاحتفال بالمنطقة حتى ما نطول. نعم. منوصل للجمعية والجمعية بتوزعها على أعضاء. وقت انفجار بيروت قررتوا أنه تحولوا هالنشاط. نعم. لطريقة مختلفة. نعم. لأنه بعد انفجار بيروت لعد في أعراس كبيرة، ولعد في مطاعم فاتحة، ولعد في احتفالات كبيرة. زلنا وقت انفجار بيروت على الأرض، وتعاملنا بطريقة شاملة مش بس أكل، وكنا ننزل الأكل للفولنتيرز للمساعدين المتطوعين تحت. وبلشنا نعمل فود بوكسز، علب. العلبة بتتراوح بين 18 دولار وال 35 حسب شو فيها، بس اكثر العلب 20 دولار يلي بتطعم عائله من 4 أشخاص على اسبوعين. نعم. سيدة منى، حضرتكم يعني هلا اليوم كمان حولتوا نشاطكم. نعم. لطريقه يعني عم تكونوا حسب الحاجه. نعم. تحولوا جهودكم ونشاطاتكم. اكيد. هلا من اول ما بلشت الازمه شو الخطه اللي وضعتوها؟ اول ما بلشت الازمه تنين الماضي نزلوا الصبايا عنا على بلدية بيروت وقعدوا شافوا وين الحاجة بتكون. بلشنا أول يوم ب 350 حصة بليسي عبد القادر، لأنه كان في هنيك بلشوا يوصلوا. من تاني يوم عرفنا والتعاون مع البلدية وين المدارس يلي فيها عدد كبير. بلشنا بثمان مدارس يلي من اليوم رجعوا صاروا 14، لأن تعرفي العدد عم بيزيد. وال يعني يعني الموظفين عنا عم بيسهروا كل الليل، وعم نقدم وجبات كاملة يعني ترويقة وغدا وعشاء بهالمدارس. كان العدد عنا
1028 هلا صار 4355. هلا الاكل يعني كيف بيتامن سيدي؟ نعم نحن في قسم عم بيكون تبرع يعني نحن من اهم مزايا بنك الغذاء اللبناني الشفافيه عنا. نعم. يعني بقدر اقول لك انه صيتنا سبقنا الحمد لله. الحمد لله. ومشان هيك في كتير عم بيتبرعوا احيان بوجبات احيان بمواد منحطها بالمطابخ. نعم. يلي بتتعامل معنا ومنوزعها على يعني عبكرة عم بيكون كرواسان ومنقوشة ودونات والظهر عم بيكون وجبة سخنة وعشية ساندويشات. وجربنا نخلي الناسحين يحسوا انه كمان هن مسؤولين فاكثر الاوقات عم نعطيهم الساندويشات والمواد اللي بدها تنحط بقلبها ونقول لهم انتم اعملوهم. نعم. هلا ذكرتي حضرتك انه بلشتوا بثمان مدارس واليوم وصلتوا تقريبا ل 14. نعم. موزعين بمحافظات هيدول اكثرهم ببيروت بس صار عندنا بالزوق صار عندنا بعكار يعني وين عم نشوف في حاجة لأنه الجمعيات اللي نحن منتعامل معها موجودة بكل لبنان. نعم. فعم بيتصلوا فينا وللحقيقة المتطوعين عم بيكونوا من تلاميذ المدارس لأنه نحن كنا نخلق توعية بالمدارس المهمة ببيروت خصوصا أنه اليوم أنت أهلك تدرين عم تاكل وجايب مدري كم ساندويش معك بس في ولد جوعان. فهودي حملوا مسؤولية وعم بيساعدونا وعم بيكون في متطوعين كتير عم بيساعدونا. هلأ إذا في حدا حابب يتطوع يعني. نعم. حابب يكون موجود على الأرض عم بيساعد بطريقة أو بأخرى كيف معقولة يقدر يتواصل؟ نحن عنا ويب سايت وعنا تليفون هوت لاين يلي الناس عم تتصل فيه عم بيجينا عليه مساعدات وعم بيجينا عليه متطوعين. نعم. يعني للحقيقة شيء بكبر القلب وقت اللي شفنا صارت هالكارثة قديش العالم عم بيتعاطفوا مع بعضهم. صحيح. وشباب وصبايا يعني هيدا الشيء من كل الفئات هيدي النخوه اللبنانيه دائما كل ما يعني بيشوف خيو الثاني. نعم. بحاجه. نعم. لو شو ما كانت الاختلافات او. نعم. وجهات النظر اللي اوقات ما بتتشابه بس وقت الوجع ووقت. نعم. الحاجه الكل بيصير نتامل انه هالتشابك وهالتكاتف يبقى ويبني وطن ويبني جديد. وطن جديد يعني هذا اللي نحن كلنا يعني بدنا اياه. اهم شيء نحن نبني مواطنيه يحس اللبناني وطنه قبل كل شيء قبل الزعامات وقبل الاحزاب وقبل الاديان في شيء اسمه لبنان كلنا سوا لازم نحس بهالمواطنيه. صحيح. سيدة منى هلا بما انك على الارض. نعم. الضيفه اللي يعني قبلك كانت خبرتنا قد ايه الواقع على الارض صعب قد ايه بيوجع قد ايه اللي عم بيشوفوه يمكن ما راح يقدروا ينسوا كل حياتهم لانه يعني بيطبع بشكل كثير. نعم. كبير. انا حكيت لك عن المدارس بس كمان هلا بالفيديو اللي راح تفرجيه على رملة البيضة على الكورنيش عم بيقعدوا على الطرقات يعني عم ناخذ لهم الاكل هني على الطريق. نعم. اي طيب وال يعني اذا ما نحكي اكثر عن المساعدات. نعم. كيف عم تجيكم المساعدات من وين؟ بعدة طرق اللي بيعرف عن اللبنيز فود ذا بانك قبل ونحن في عندنا هيئه عامه فيها كثير اشخاص عم بيساعدوا عم بيبعتوا كاش وفي عالم عم تبعت على الايبام تبعنا والوش والام تي في والسوري الاو ام تي كمان هودي عم بينحط بالحساب وعم بيجينا من برا كثير. انا طلعت بفيديو بالانجليزي للمغتربين والحقيقه عم بيصير تجاوب كثير. نعم. يعني خلينا نرجع نحكي شوي عن هيك الجمعية والنشاطات اللي يعني انعملت بالماضي وهلأ أنتم هيك كيف شايفين أنه الأيام اللي جاية يعني أكيد رح يكون عندكم بركة رؤية أنه نحن
كيف بدنا نكفي؟ شو المعقول الحاجة اللي تكون هلأ اللي رح تجي؟ كله بيتوقف كيف بدها تتطور الحالة. يعني الأعداد عم بتزيد بشكل رهيب، وال يعني نحن بدنا نتطور مع تطور الوضع، وإن شاء الله نقدر نتطور بالسرعة وبالقيمة وبالكمية. بهمنا كتير المحافظة على الدجنتي تبع هالعالم، على كرامتهم، ويعني مش إنه كأنه عم نشحدهم، بالعكس نحن عم نتعاون نحن وياهم. يعني تحسسون انه انتم مارقين بظرف صعب، ونحن واقفين حدكم، ونحن موجودين حدكم، لانه نحن قادرين هلا نساعد قد ما بنقدر. صحيح، قد ما بنقدر. الكلمه اللي هيك بتوجهيها للشباب اللي حابين انه يساعدوا، اللي بركي خايفين، اللي بعضهم منهم محمسين، شو فيك تقولي لهم كرمال انه يعني ياخذوا انيشيتيف وينزلوا؟ نحن في عنا عدة طرق للمساعدة. في عنا المستودع يلي عم بيتحضر فيه كل شيء، موجود على تلت الخياط، بيقدروا الشباب ينزلوا يساعدوا تحت، بيقدروا يجوا يساعدوا بتوزيع الأكل السخن الظهر، بتوزيع المناقيش الصبح، بتوزيع الساندويشات من عشية، ويشوفوا هالعالم اللي قاعدين. تلاميذ المدارس عم نطلب منهم يجوا يلعبوا الأولاد اللي قاعدين بمدرسة، يخلون يحسوا انه هني، لانه هالأولاد هودي كمان اكلين وهلة رعبة، خلوهم يحسوا انه في اولاد من عمرهم عم بيفكروا فيهم، مش بس بالاكل، بالشيء اجتماعي، ياخذوا لهم العاب، يتصلوا فيهم، يشوفوهم، يشجعوهم. يعني من كل الاعمار ومن كل الفئات بنتمنى يكون عندنا متطوعين. والمراكز اللي عم تكونوا موجودين فيها، اذا بس فيك تذكرينا هن وين موجودين؟ نعم. حتى كمان الاشخاص اللي بدها تتطوع، نعم، تعرف انه في مركز مثلا قريب منا بمنطقه امنه. في بمدرسه ابن سينا، في مدرسه حوض الولايه، في مدرسه روضه الاطفال، مجمع رشيد الصلح التربوي، مدرسة بيروت العالية، حسينية البسطة، مدرسة الأخاء البطركية، مدرسة جميل الرواس، في عنا هلا مدرسة الأخاء سكول يلي موجودة بالبطركية ببيروت، في عنا روضة الأطفال موجودة ببيروت كمان. أكثر المدارس اللي اتصلنا فيهم كانوا ببيروت، هلأ عم نزيد. عنا مدرسة بيروت العالية، عنا البسطة التحتة، عنا زوق مصبح، عنا عكار. يعني كل ما حدا اتصل فينا وقال في حاجة لمحل عم بيكون. عادة الاتصال بيجي من جمعيات ولا بيجي من المدارس ولا كيف بيصير؟ يعني نحن عم بينزلوا الموظفين اللي عنا، وبتشكرهم هون، بدي حط تشكر كبير، لأنه ما عم بيخافوا، عم بينزلوا على طول، وكل يوم بعد ما يخلصوا بينزلوا على البلدية بيعطوا رابور شو عملوا. بالبلدية بيكون تسجلت مدارس وتسجلت أشخاص، بيعطونا اياهم، ونحن يعني بدنا شيء منظم طبعاً. ما بدنا مين ما تلفن يقول انا جوعان وهيك، وبكادر مؤسسات يعني هيدي ودوله هيدي نحن طريقه تعاملنا من الاول. بحب اذكر انه نحن بفتره من الفترات كان عندنا 185 NGO، نزلناهم لل 136 لان ما كان عندنا ثقه بهالمؤسسات انه عم تكون شفافه وعم تشتغل. كنا نروح نلاقي علبه اللبنيس فود بانك بالسوبر ماركت. فصار الكنترول يعني نحن نقدر ناخذ انيشيتيف انه نعرف مزبوط. هلا الجمعيه بتعطينا الداتا اللي عندها مع التليفونات، على التسليم نحن عم نكون وعم نشوف انه مزبوط اللي نازل اسمه اجا ياخذ
هالقلبي. هلا زيادة عن الأكل فتحنا باب للهايجين للأشياء الصحية، نعم، للفوط الصحية للنساء، نعم، للحفاضات للأولاد، للحليب، وبس أعلننا يعني، يلي هي أساسية، نعم، بس أعلننا عن مي، نعم، بيبسي عم بتساعدنا، يعني كل أعلننا نحن شو عم نعمل، عم بيسألونا ونحن عم نقبل، نعم، لأنه هودي عاوزين كل شيء. صحيح. حتى إذا حدا بده يعطي تياب يعني، أو إجوا من بيوتهم بال يعني، مثل ما كمان ذكرت الضيفة قبل، ظهروا بالليل، بالليل يمكن ما فكروا شو بدهم ياخدوا معهم، بدهم حياتهم، إجا الإنذار أنه أخلوا منازلكم فورا، يعني ما بيفكر الواحد أنه أنا رايح وبدي فترة أقعد وشو معقول أخذ معي. فأنتم مشكورين يعني على هال، نحن هاي واجبات كل لبناني، أنا هيدا البعض النشاط والإفار الكبير اللي عم تعملوه. شكرا. وعم بتفكروا بحاجات الأشخاص، ومثل ما ذكرت انه عم بتحاولوا تحافظوا على كرامة الانسان، لانه الانسان كتير. يعني مش بس انه فقد او اكيد منهم فقدوا اشخاص عزيزين، فقدوا بيوتهم، فقدوا ممتلكاتهم، اقل شيء تبقى الكرامة. هيدا اهم شيء، هيدا اهم شيء. يعني اللبناني لو ما عنده كرامة ما ضاين لليوم، من قبل حتى يعني. سيدة منى هيك، شو الكلمة اللي بتحب تتوجهي فيها عن جد لللبنانيين اللي عم يمرقوا بهيدي الظروف الصعبة، كرمال يعني يضلوا صامدين ويضلوا مؤمنين ببلدهم، شو يعرفوا انه في بكرة افضل؟ اللبناني عنده بالانجليزي بيقولوا resilience، يعني بيواجه الامور وبيتأقلم معها. هيدي إلى حسناتها وإلى سيئاتها. حسناتها انه عالي عم نتأقلم، ولكن لحد ايمتى بدنا نضلنا نتأقلم؟ نحن اليوم لازم ننتفض، انه شوف كيف فينا نرجع نوقف على اجرينا كشعب، كناس، كعالم، الى كرامتها، الى حقوقها، حقوقها على الدولة، حقوقها على المسلمين البلد. لايمتى بدنا نضل انه والله ما عندي كهرباء بعمل بركب طاقة شمسية، بركب طاقة شمسية، أو ما طاقتي ركب الطاقة ما معي، بشترك بالموتور وبدفع قد الكهرباء على 3 مرات. ما عندي مي، بشتري مي. طب في حقوق للمواطن اللبناني، هيدي الأساسية لازم يكون عم بيحصل عليها. ما عندي دواء، ببعت بجيبه من برا بسعر رخيص، يمكن يكون صالح يمكن ما يكون صالح. لا، بدنا نفكر اليوم، وبفتكر المسؤولين صار وقت يفكروا كيف فينا نرجع للبنان على مكان مثل قبل يعني. وهلأ هالتكاتف بين اللبنانية خلق جو انه كلنا واقفين حد المظلوم، ولكن كمان كلنا مظلومين. صحيح صحيح. يعني شئنا ام ابينا، نحن هيدا اللي كلنا بنتامل فيه، انه يكون عنا لبنان هلا جديد، لبنان كلنا ايد وحده، ولبنان هيك عم بيطلع للمستقبل بطريقه ايجابيه. سيده منى جحا كنعان، رئيسه اللبنانيز فود بانك، بدنا نقول لك يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله اللي عم تعملوه هلا يعني ما تقعدوا مضطرين تكفوا فيه لوقت طويل، لانه تخلص ان شاء الله هالازمه الكبيره اللي نحن مرقين فيها. ان شاء الله ما شعبي يعملها عجيبه ونخلص بقى، لانه يعني بدنا عجيبه. ويعني نطلع على ايام جديده. انا بدي اتوجه بالشكر لك دكتوره كارال وللتالي لوميير، انه فسحتوا لنا هالفرصه نقدر نطل على الجمهور اللبناني، وبعتقد كمان من خلالكم رح نطلع على الجمهور برات لبنان ان شاء الله، ونطلب اي مساعده حدا بيقدر يقدمها تنكون نحن حاضرين. نحن دورنا ندعم الجمعيات اللي عم تشتغل بضمير مثل حضرتكم. بنشكرك مره ثانيه لحضورك. مشاهدينا هلا رح ننتقل مع رانيا وفقره تشورتش.